السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عصام تقني الإضاءة. مرحبا بكم، كيف عاملين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا رب. هنا كان موقع صالة من صالات أبو ظبي، تنصور لكم أجواء متاع الكوش والأفراح. بحكم أني تقني الإضاءة، يعني عملت الإضاءة في سيتي كالار، احنا عارفين معرفش كاميرا ما عطيش الالوان 100%، لكني الامور طيبه، يعني السيتي كالر بتغير الالوان الاضاءه نتاع هذا، يعني الصراحه انا متاسف على الجوده نتاع التسجيل، ماشي جوده راقيه، لكني هذا الموجود لحد الساعه، وان شاء الله اذا شجعتونا وشتونا ممكن نرتقيو نجيبوا معدات اللازمه لها التسجيلات هذه. هذه هي صالة الأفراح منطقة أبو ظبي، منطقة تقريبا اللي يقولوا لها الخزنة. كنتمنى أن الأجواء تكون مزيانة وأمور تعجبكم، ولا كان شي استفسار أو شي شرح أو شي توجيهات، فغادي نكون جد سعيد إلى وجهتوا لي يعني الاراء ديالكم او الانتقادات ديالكم، فمرحب بكم في اي وقت في اي لحظه ان شاء الله يا رب.